اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بنجمات الفريق مواليد 2006 ابطال كاس مصر. في البدايه برحب بنجمه الفريق شروق محمود. اهلا بيك يا شروق. اهلا وسهلا. منورانا. كنت معانا قبل كده وانت صغيره؟ لا ما شاء الله. يعني بقيتي لعيبه كبيره والف مبروك. الله يبارك. بنرحب طبعا بنجمه الفريق مزنى احمد. اهلا بيك يا مزنى. ازيك ومليون مبروك. الله يبارك فحضرتك. شكرا. يعني هبتدي معاك يا مزنى. يمكن البطوله كاس مصر اكيد ما كانتش سهله. اه طبعا. طيب يعني كلميني عن البطوله كانت ماشيه ازاي؟ ايه الفرقه اللي بدانا بيها؟ ايه اصعب ماتش؟ يعني كلميني عن البطوله بشكل عام. احنا بدانا لعبنا اول فريق الزمالك، بعد كده لعبنا سبورتنج، بعد كده لعبنا الفاينل والسيمي فاينل مع سموحه و6 اكتوبر. الفاينل كان 6 اكتوبر. طيب كان والقبل النهائي كان مع سموحه. أوه. صح. طيب انت فاكره نتائج الماتشات؟ يعني كنا كاسبين بفرق ولا كان في ماتشات مأزمه؟ لا سموحه كنا كاسبينها فرق كويس. و6 اكتوبر برضو فرق سموحه. طيب و6 اكتوبر تقريبا فرق 6. طب ماتشنا مع الزمالك كان عامل ايه؟ كنا فريقين كتير. يعني انتوا النهارده حتى كاسبين الزمالك. بلغوني يعني النهارده انتوا لسه كاسبين الزمالك النهارده. وانا كنت كاتب النتيجه في الاول، معلش فكروني بيها يا جماعه. 38 29. لسه كاسبين النهارده. كان الماتش فين النهارده؟ في سلطه الجزيره، في الجزيره. بس ده كان في الدوري. ده في الدوري. طيب اصعب ماتش كان ايه على الاطلاق؟ كان يعني سموحه ولا 6 اكتوبر؟ طبعا سموحه واكتوبر، علشان دول كان السيمي فاينل والفاينل، فدول كانوا اصعب ماتشين يعني. طيب استعديتوا ازاي للبطوله دي؟ يعني عملتوا ايه؟ هل عملتوا معسكر ولا كان معسكر مفتوح؟ يعني اتمرنتوا ازاي؟ اتمرنتوا على فترتين؟ يعني كابتن سامح عمل معاكم ايه؟ هو الصراحه احنا كنا بنتمرن بدني وبنتمرن هاندبول، وكان عندنا ساعات تمرينات الصبح وبالليل، فلا احنا استعدنا كويس جدا للبطوله دي. عذاب. اتعذبنا كتير. طب شروق قولي لي يعني طب استعديتوا ازاي؟ هل بداتوا من الصيف ودي اول بطوله ليكم الموسم ده ولا كان في بطولات قبلها؟ لا احنا واخدين المنطقه والكاس. والكاس ده كان قبل البطوله دي. طيب ابتديتوا امتى في الصيف؟ امتى يعني بدا تدريبك؟ امتى تفتكري؟ لا احنا بادئين من بدري جدا. بس احنا بادئين اصلا البدني ده كنا بادئينه من بدري قوي. البدني ولا الهاند بول؟ لا البدني. احنا كان اهم حاجه عندنا كان البدني. البدني. بداتوا مثلا من شهر 8 تفتكري؟ سبعة. بدري قوي. صح بدري. طيب ومين بيشتغل معاكم بدني؟ كابتن مديعة مدربة الاحمال. بس دي شديده دي كانت. لا دي ما شاء الله عليها شديده. لا لا اتعامل معانا شغل حلو قوي الصراحه. طيب ابتدينا بدني وبعد كده ابتدينا هاند بول وبعد كده دخلنا على البطولات. انت بتقولي اول بطوله لينا كانت المنطقه. فاكره كان معانا ايه ماتشات جامده ولا مش فاكره المنطقه كانت ايه؟ كان معانا الشمس. الشمس طبعا اكيد. وكان الفاينلز كانت مع 6 اكتوبر اكيد موجوده معاك. وكان اهلي بيه برضو. لعبنا اهلي بيه. ده كان الفاينل. داخلين بفرقتين. اهلي الف واهلي بيه. ولعبتوا بعض. أيوة. وكان الماتش شادد جامد. صح. كان في الشوط الاول كان بيبقى جول بس بعد كده بنفتح احنا بقى. طبعا اكيد قلب بيبقى اكبر سنا. أيوة. او يعني اكتر خبره وكده. أيوة. طيب كلميني عن البطوله بقى الكاس اللي احنا بنحتفل بيها النهارده ومبسوطين بيها. كلميني عن الماتشات. انت شاركتي في الاربع مباريات ولا على مستواك الشخصي؟ لعبتي اكتر مباراه ايه؟ اكتر مباراه كنت متوفقه فيها؟ هو كانت الصراحه كانت اكتر مباراه رخمه كانت بتاعت اكتوبر. هما كانت هي كانت الصراحه كانت رخمه يعني. كان ماسكها كابتن راضي. كان عامل معاهم شغل حلو قوي. كان مثلا اول شوط ده كنا تعادل وجون بجون وكده، بعد كده بس في الاخر يعني فرقنا. طب انت على المستوى الشخصي ايه اكتر بطوله، اكتر ماتش في البطوله لعبتيه حلو؟ ماتش سموحه. طب ليه حطيتي كام جون فاكره؟ لا كتير. لا فاكره. لا مش بعد. لا مش بعد. لا ده كلنا بنعد. لا ممكن 8 9 مثلا. يعني حطيتي عدد؟ لا حطيت. وساهمتي بكذا هدف في الماتش بتاع سموحه. يعني خاصه ان انت سنتر هاف، فانت يعني بتدي كل اللعيبه يعني كل الخط الخلفي بالوينجات. ايوه بالظبط كله. طيب هل انت بتشاركي مع الفريق الاول في تدريبات؟ كنت طلعت معاهم كمان ماتشات وكده. بس لعبتي ولا ما كان لسه؟ كنت لعبت ماتشات. ايه بقى فاكره لعبتي معاهم؟ يعني كان في اول بتاع 17 ماتش في البدايه. ايوه لا لعبتي حاجه بيها معاهم؟ كنت لعبت الطيران. ولعبت معادي ولعبت كذا ماتش. لعبت كذا ماتش في البدايه. كابتن احمد عادل زولا. كابتن زولا. ايوه لعبت معاهم كذا ماتش. طيب يعني خلاص خلصنا الكاس. النهارده كان عندنا ماتش مع الدوري. الدوري الادوار النهائيه امتى؟ ادوار النهائيه. يعني دلوقتي احنا لعبنا الزمالك. بنلعب الاول. بنلعب ماتشات كل قد ايه؟ وانا هقول لك كل قد ايه. يعني النهارده احنا الحد عندنا ماتش. الماتش جاي امتى؟ هو دي كانت دوره مجمعه. دوره مجمعه. ايوه يعني احنا دلوقتي خلاص المجمعه دي ناقصنا بقى مجمعه. مجمعه كام مجمعه فاضلين؟
12 جماعه واحده. فاضل تقريبا، هو احنا عندنا 3 مجاميع صعد منها اول وثاني كل مجموعه، فتقريبا في فاضل مجمعتين كمان او ممكن 3. يعني انتوا كام فرقه في المجمعه؟ المجمعه الجايه المفروض اللي هي لسه هتنزل 6 فرق. 6 فرق. يعني انتوا لعبتوا مجمعه قديمه دي اللي هي تصفيات زي ما بيقولوا. هياخدوا اول وثاني. مجموعتنا تاهل مين؟ احنا ومين؟ احنا والاهلي. الاهلي بيه والزمالك طلع بره كده. يعني الاهلي بيه والزمالك مش هيطلع ادوار النهائيه. الاهلي لسه كسب امبارح الزمالك. الاهلي بيه يعني الف وبيه كسبوا الزمالك. ما شاء الله. طب ما نعمل الف وبيه وجيم يعني ده حاجه حلوه جدا. ونقدر على فكره ونقدر عندنا صح. عندنا عدد لاعبات ما شاء الله. طيب احنا كسبنا اللي خلاص طلعنا احنا واهلي بيه. عارفين مين مجموعه ثانيه طلعوا؟ مين؟ بكوس والشمس. بكوس. طب والله برافو عليهم. هو بكوس برضو من فرق كويسه جدا. عاملين فرقه كويسه. هي على طول بتطلع في الفاينل. بيطلع مين يا جماعه الفرقه دي؟ حسام حسن؟ اسلام حسن. اسلام حسن كابتن النادي الاهلي طالع بالفريق. طبعا. شفت ضحكتوا انت اول ما قلت انا ما اعرفش المعلومه دي. طيب وانت قلتي بكوس ومين تاني؟ بكوس والشمس. ايوه. و6 اكتوبر وسبورتنج. واحنا سموحه بره. سموحه والاولمبي بره. اوبا سموحه بره دي جامده جدا. طب ازاي مين اللي طلع سموحه؟ 6 اكتوبر وسبورتنج. ايه ده بس مجموعتهم كانت جامده حقيقه. لا لا مجموعتهم كانت زحمه الصراحه. احنا كان في اللذيذ يعني. طب انا بسال سؤال، هي بتبقى قرعه صح؟ يعني احنا وقعنا مع به قرعه احنا وحظنا. بس هو في بعض الاتحادات تقول لك لا ما ينفعش الف وب يبقى من ناديين في مجموعه واحده ساعات. ساعات بيعملوها كده. ساعات بيعملوها كده. طب انتوا الف وب لما لعبتوا بعض طبعا الف كسب ولا؟ لا الف كسب. لانه لو انتوا ما كسبتوا خسرتوا الف هيخليهم هم الف وانتوا بالظبط.